اتفضلي. اهلا بك يا صديقتي العزيزه الاستاذه نمياء. انا ارحب بك. الله يخليك. سويسرا بلد الحياد، بلد حقوق الانسان. الله يخليك، شرفتنا بالزياره واسعدتنا هنا. الله يخليك يا صديقتي العزيزه. انا اتشرف باستضافتك عندي وعلى قناه انسانيون، هذه القناه اليوتيوبيه المتنوره. اكيد ذات العقول النيره. اكيد يوما ما يعني ساشرف بان انا اكون في هذه القناة. تشرفنا في أي وقت. الله يخليك. عندي كم سؤال خصوصا من أصدقائي على قناة إنسانيون. لها علاقة بالعلم والدين. نتكلم عن الدين بصورة عامة. هل يتعارض الدين مع العلم بصورة عامة؟ يعني هو مؤكد إن في حقب بتمر على الإنسان من أنماط التفكير. ففي حقبة اللي هي اللي بيسموها الحقبة يعني وفقا حتى الأوغست كونت المفكر الفرنسي، الحقبة اللي هي اللاهوتية والحقبة الميتافيزيقية وحكمة التفكير وحقبة التفكير العلمي. ووفقا لفريزر العالم الأنثروبولوجي الشهير الإنجليزي فبرضه في حقبة المرحلة السحرية للعالم، المرحلة اللاهوتية وأيضا المرحلة العلمية. ففي نمط تفكير ممكن يكون مختلف أحيانا أو متناقض أحيانا أخرى مع أنماط تفكير مختلفة، زي ممكن نقول حتى داخل الشخص الواحد التفكير الواقعي والتفكير المادي والتفكير الرومانسي. فنفس الشيء يعني في التاريخ هنجد من تفسير العالم والظواهر الإنسانية من خلال الأسطورة أو من خلال الدين، هذا الدين أو ذاك الدين، ده نسق معين من التحليل للظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية. فالإنسان بيبقى فيه، احنا مرينا بكل هذه المراحل كجنس بشري، فطبيعي دلوقتي احنا في عصر العلم، فالعلم بيقول أشياء، هذه الأشياء أكيد هتكون مخالفة لمقولات دينية أو مقولات أسطورية أو كده، فهتعمل تناقض. هذا التناقض سيؤدي بالشخص إن هو لابد أن يذهب إلى حاجة من أربع أشياء، يعني يختار العلم ويترك الدين، أو العكس يختار الدين ويترك العلم، أو يحاول الجمع بينهم بشكل ما، زي الناس اللي بتحاول تعمل إعجاز علمي أو بتعمل شك صيغ، مش لازم بالإعجاز العلمي، يعني صيغ من صيغ التأويل ما للظاهرة أو التفسير العلمي للظواهر والتفسير الديني للظواهر. أو حاجة رابعة فكرة الفصل وهي مريحة، يعني الفصل بين المجال العلمي والمجال الديني حتى على مستوى الشخص أو مستوى الجماعة. فإذا عندما أجد شيئا يتنافى مع العلم في أي دين، كيف أفسر ذلك؟ ماذا أفعل؟ ما أنا قلت في طرق أربعة. يعني أنت مثلا كنت بتكلميني قبل ما نسجل على فكرة إزاي شخص يكون عالم مثلا بالفيزياء أو الكيمياء أو أي فرع من فروع المعرفة، ومبارع وذكي، يعني مش غبي ولا شيء، ولكنه مثلا يؤمن ببعض الخرافات أو يؤمن بأفكار ممكن نشوفها تتناقض مع الدين. هذا عمل حل، هو الحل الرابع، حل الفصل. حل الفصل ان انا يعني زي ما قال لي صديق دايما استشهد به بتاع ايكولوجيست، يعني عالم اثار، يعني او يعني دكتور في الجامعه في الاثار وكده وبتاع. فبيقول طبعا في تناقض بين القصص الاثر من خلال علم التاريخ وعلم الاثار وقصص الانبياء، بالذات اللي جم مصر مثلا زي موسى وهارون وكده، وفي تناقضات واشكالات. وقصة مثلا يوسف، وان يوسف كان عنده ان هو اتباع بعملة بدراهم والدراهم ما كانتش لسه اتعملت، ففي تناقض. هذا التناقض ازاي يحل؟ في ناس بتأول او ناس تختار احد الخيارين وتكذب الاخر، الدين او العلم يعني، وهو اختار حل ظريف جدا. انا كثير من زملائي بتوع او اساتذتي في علم الاثار خصوصا المصرية القديمة لا دينيين او يعني او شبه ملحدين او شبه لا يصدقون بالروايات الدينيه والقصه الدينيه ولا يمارسون التدين الديني يعني وكده، الا ان هو اختار الفصل.
يعني يروح المعمل او يعني او الجامعه او يجي يتكلم في التاريخ المصري القديم، بيتكلم وفقا للبرديات ووفقا للاثار الموجوده، يجي يتكلم وفقا لل يعني يتكلم مع اهله او في بيته او مع مراته او كده، يقلب على ايه، عارفه زي شريط الكاس بتاع زمان بوشين، مش بوشين نفاقا يعني، مع راجل محترم وظريف. لا مش نفاقا، لا ليس نفاقا، هو يعني وضع حل الاشكال، زي شخص مثلا له وظيفتين، وظيفتين متناقضتين، يعني انت ليك وظيفه مثلا زي حضرتك عالمه في الوراثه او دارسه وراثه وشغاله في الجامعه بتاعه بازل، ومثلا بالليل عندك اتيليه رسم مثلا يعني، او مثلا او نايت كلاب او اي شيء اخر، فهيكون ليك شخصيتين، يعني شخصيه الشخصيه اللي هي بتروح تشتغل في الجامعه، لكنها ليست متناقضه هذه الشخصيتين. ما هو الإنسان أحيانا ممكن واحد من الخارج يرى الشخصيتين متناقضتين، هو وضع حل لذاته، يعني الحل مش بقول إن هو مثالي، أنا لست يعني أنا لست مؤيدا لصديقي هذا أو معارض له، أنا مؤمن بالحرية الإنسانية، وكل واحد طالما يعني لا يمارس العنف ولا يحض عليه فليفعل ما يشاء. فهو وضع الصيغة دي، طبعا أنا ممكن بالنسبة لك أنت أو بالنسبة لي أنا أشوف ده تناقض وشيء سخيف، لكن بالنسبة له هو مرتاح، فاحنا انا هتعب نفسي ليش كان هو مرتاح، انا هتعب نفسي هو حر يعني، لكن انا بقول ده مقصودي، يعني مقصودي اقول لك ايه، ان في ناس بتعمل حلول، يعني مش بالضروره ان الشخص المؤمن بالخرافه غبي او ان هو يعني ضعيف العقل، يعني بس في بعض الاحيان العلم يتناقض مع الدين ويرجعنا للخلف، لان مثلا في التوقيت، مثلا في النسيء، هذا ايضا ضد من الناحية العلمية، إنه الأشهر القمرية والأشهر التوقيت الذي لا يتقبله الدين مثلا، هذا أيضا تناقض للعلم، لكن هذا الشيء بنظري يرجعنا إلى الوراء، هل نبقى كيف؟ يعني احنا دلوقتي حاليا معظم الدول العربية بما فيها السعودية اللي هي يعني بتقول بالتقويم الهجري، هي اوريدي تعمل بالتقويم الميلادي او بالسنه الشمسيه، السنه القمريه سنه فيها كثير من العوار، ولا هذا لا يعني ان انا اسخر من السنه القمريه زي ما فهم البعض يعني المؤولين لكلامي على غير وجهه، لان كان هذا في اطار تطور تاريخ الجنس البشري كانت مفيده لبعض الشعوب السنه القمريه، لكن الان السنه الشمسيه اكثر انضباطا وهي الاكثر ملائمه من العوامل كتيرة، حتى عملت يعني فيديو عنها من كتر ايه يعني ان المشكلة فعلا يعني في التاريخ العربي وخصوصا في الواقع المعاصر، يعني ما ينفعش تحجز تذكرة مثلا 15 ذي الحجة او 17 ربيع الثاني، هيطلع ربيع الثاني امتى وعلى حسب الرؤية والشمس وبتاع، فهيبقى صعب. فحتى الدول اللي هي زي بقول السعودية قررت العمل بالتقويم الميلادي في تذاكر الطيران، في حجوز المستشفيات، في اشياء كثيرة، او حتى العمل حيلة ان هو مثلا الاثنين الموافق كذا بحيث يبقى في يوم، يعني والعبرة باليوم وليست العبرة بالتاريخ، يعني لو كنت معادك مع الدكتور يوم 15 الاثنين 15 ربيع الاول، ف 15 ربيع الاول جه يوم الاثنين يبقى انت هتيجي في الميعاد، جه مثلا 13 كان هو يوم الاثنين انت هتيجي يوم ايه؟ الاثنين مش يوم 12 مش يوم 15 يعني وات ايفر بهذا الشكل. فالناس بتفكر في الشيء العملي والمفيد وبيتجاوزوا عن هذا، وبتبقى الحاجات اللي هي متصله بالثقافه التاريخيه دي بتبقى متصله بالدين اكتر، يعني متصله، هيفضل الشهر القمري او الشهر القمري مفيد للناس في مجال من اجل الحج والصيام وما شابه ذلك. هل التدين يدفع المسلم للتعلم ام التدين يقف في طريق المسلم للتعلم؟ الدين عموما والاسلام، يعني طبعا طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه، جاء ما جاء في الحديث، لكن ما جاي لك في كلام مصطبي عليها شويه يا ست لمياء، واسمك يعني جميل، يعني لمياء بالنون وليس اللام، ف واحنا قاعدين هنا مكان اينشتاين يعني في كافيه اوديون في وسط زيورخ، فلازم يعني نتكلم بكلام علمي. فالعلم المقصود طبعا في الحديث هو اللي بيقولوا العلم الشيوخ يعني في التفسير والفقهاء، اللي هو العلم الديني، العلم الفريضة والعلم المستحب والعلم كذا مرتبط بالدين، وفي نظرة مش ولا بد
من علماء الدين يعني للعلوم الطبيعية بما فيهم يعني حتى نصوص عن ابن تيمية وعن غيره ان العلوم الطبيعية يعني شيء غير موثوق فيها وكذا، وكثير من اللي مارسوا العلوم الطبيعية في التاريخ العربي الإسلامي ما كانوا متهمين بالزندقة او بالكفر من طوائفهم، وطبعا الطائفة الاخرى مكفرة بعضها ده شيء مفروغ منه، لكن يعني حتى مثلا ابن سينا كان من الطائفة الإسماعيلية الشيعية وكان مرفوض من الشيعة الإسماعيلية ناهيك عن الشيعة الجعفرية عن الشيعة عن السنة عن ما شابه ذلك، فهو كان ابن سينا شخصية مرفوضة، ابن رشد كان سني وأيضا كان مرفوض وكان ممارس للطب، وكثيرين البيروني الخوارزمي ابن الهيثم كل هؤلاء اللي احنا بنفخر بيهم لما نتكلم عن الحضارة العربية الإسلامية يعني كانوا مضطهدين جزئيا أحيانا وكليا أحيانا أخرى، يعني مضطهدين بالكلام والتلاسم وده الخفيف يعني البسيط يعني، ومتهمين بالساعات سجن وقضايا ومشاكل بقضايا ازدواء اديان برضو على اياميهم يعني، فكان اشكال. فالدين يعني هو في التاريخ الحضاره العربيه الاسلاميه استخدم يعني استخدامات متعدده بإزاء موضوع العلم اللي هو المقصود به العلم الطبيعي والفلسفه والعلوم الانسانيه وكذا، لكن التأويل الشائع في الحديث طبعا ان هو ايه مقصود به العلوم الشرعية اللي هو طلب العلم فريض على كل مسلم. طبعا كثير من الناس بيستخدموا الحديث بدون وعي بحمولاته الثقافية القديمة، لكن اللي العلم هو يعني في دايما في يعني مقعد الاتهام من الفكر الديني للخوف من ان هو يجيب حقائق تتناقض مع بعض النصوص ويبقى في اشكال، ومضطرين بقى يا نجمع يا نؤول يعني نؤول هذا النص من اجل العلم او نؤول العلم من اجل هذا النص او نتصرف ازاي، ففي ايه يعني غيبه وكذا نحو هذا. وفي اللحظه الحاليه كثير من رجال الدين المستنيرين بيستخدموا الحديث هذا تحديدا زي مثلا محمد عبده وغيره استخدام ايه شديد السعة في ان هو ان هو يعني يرجع الحديث مقصود به الكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية. وفي الشيوخ الحدثيين ممكن نسميهم الشيوخ بيحاولوا يكونوا مستنيرين، هؤلاء بيعملوا كده. أنا عندي تحفظ لكلمة علوم الشريعة وعلماء الإسلام، لأن العلم عندي هو نظرية وتطبيق وإثبات، والعلم في تغير يتغير، اليوم هي نظرية غدا هي فكرة أخرى، لكن علوم الشريعة هي ثابتة منذ 1400 سنة. أنا لا أتحفظ عن استعمال عالم علم الإسلام أو علم الشريعة أو علماء المسلمين. قد أوافقك يا سيدتي لأنه لا، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح، لأن فكرة طبعا هو العلم في الثقافة الغربية أو في اللغة الإنجليزية اللي أنا يعني أعرفها شوية إن ساينتست ما تتقالش إلا على المجال العلم التجريبي، أي شيء آخر ليس، حتى مثلا بتاع اللغة لانجوستيك يعني كل هذه الأشياء خارجة عن هذا أو الأديب أو الفنان أو ما شابه. فالعلم في اللغة الإنجليزية لعله أكثر انضباطا، لكن احنا العلم عندنا كل معلوم فهو ايه مجموعة من المعلومات ليها نسق منظم فهو ايه علم، حتى علم التجويد يعني علم التجويد اللي هو يعني ازاي ترتيل كيفية ترتيل القرآن، وهي علم يعني هو أكثر كونه فن من كونه علم تجريبي، هو فن التجويد مفروض يكون اسمه. واحنا لما درسنا واحنا صغار يعني لما كنت طالب في الجامعه من في هل السياسه فن او علم، هل علم الاجتماع، هل العلوم اللغويه فن ولا علم، يعني هو ايه احنا محتاجين نضبط دهوت يعني لعل مثلا مصطلح الفقهاء جميل او ان العلوم الشرعيه هي علوم كلها بتدور حول تفسير النصوص، يعني فقهاء اللغة أو فقهاء النصوص الذين يفسرون هذا الكلام الذي جاء في سياق ثقافي ولغوي مختلف لعصر في سياق ثقافي ولغوي آخر، فمن هنا يأتي إيه؟ يأتي دور هؤلاء الفقهاء أو نسميهم رجال الدين أو كما يحبون أن يسموا أنفسهم عبر التاريخ العلم والعلامة والفهم الفهامة يعني بهذه المصطلحات
انا شايف الاصطلاح الادق هو العلم لا يطلق الا على ممارسي العلم التجريبي، يعني ممكن عالم السياسه، عالم الاقتصاد، وهي بشكل ايه ممكن تكون مجازي كمان اكثر من كونها عالم الفيزياء وعالم الاحياء وعالم الكيمياء وعالم الرياضيات. هؤلاء هذا هو العلم الايه الطبيعي الحق المنطلق من الايه المعرفه الواقعيه التجريبيه المبنيه على الحواس والتحليل والنقد. اما المعرفه اللي هي الدينيه فهي محوره حوالين النص، ودي يحاول ان يفسره في سياقات ثقافيه ولغويه مختلفه، ويضع له حمولات احيانا جديده عن الحمولات التي كانت عليها هذه النصوص ايام ما ظهرت في التاريخ البشري. طيب شوف السؤال بتاعك وبعد كده شوف سؤال قاسم افندي. حينما تتعارض الحقائق العلميه مع القناعات الدينيه فما العمل؟ والله السؤال ده هو نفس السؤال يعني الاول، في الحيث ايه ان هو نفس المنهجيه، يعني لو مجتمع علماني او مجتمع مؤمن بالعلم سيجعل النص الديني نص للبركه والنص للامور الشخصيه وكذا، وسياخذ بايه بالحقائق العلمية أو النظريات العلمية ويطبقها، ما فيش إشكال. والعلم ليس يوجد فيه مقدس وليس يوجد فيه شخص على الكلمة النهائية، فهي مسألة تراكمية متطورة باستمرار بخلاف الحقيقة الدينية. القناعات الدينية أحيانا في ناس مجتمعات أخرى بتختارها تسخر وترفض الحقائق العلميه والنظريه، وهذا يؤدي من وجهه نظري انا الشخصيه الى تخلف تلك المجتمعات ومزيد من الرجعيه ليها. ممكن مجتمعات اخرى تحاول تعمل بقى خلطه فوزيه اللي انا بقول عليها دي، اللي هو ايه تعمل فكره تاويل علشان يعني تلبس طاقيه ده لطاقيه ده، بحيث تعمل ايه تاول العلم ساعات تاول الدين ساعات، وعشان المركب تمشي. او الحل الرابع اللي انا بقول عليه دايما اللي هو الفصل. يعني انا طبعا لو هنتصر انتصر للعلم او للفصل، يعني فكره التاويل سخيفه، لكن الفصل بين الحقيقتين. يعني انا مثلا انا قاعد هنا معاكم دلوقتي ممكن بحاله عقليه وابدانيه مختلفه، اذهب في مكان اخر بحاله عقليه مختلفه، هذا لا باس فيه، انا لا ارى ولا اراه نفاقا، يعني اذا الشخص بيفعله بوعي وبيفعله بوضوح، يعني مش ان هو مثلا ايه باجي اقعد معاكم هنا بقول كلام وبعد كده اروح لناس ثانيه اقول كلام من اجل ايه مصلحه شخصيه. لكن لا، انا تصالحت مع نفسي ان انا لما اقعد مثلا مع الاطفال هتعامل باسلوب، ولما اقعد مع السيدات هتعامل باسلوب، ولما اقعد مع الرجال هتعامل باسلوب، فلا باس. وخصوصا ان هم الطوائف كلها عارفه ان انا بعمل كده، يعني مش مثلا ان انا ايه بخدع احد او كده. انا اتفق معك، بنظري القدسيه تقف في امام العلم. يعني هي واحد من معوق، بنظري هي احد معيقات تقدم العلم وخصوصا في بلداننا. أعتقد هذه كانت الأسئلة. كفاية الأسئلة طبعا حلوة اللي احنا سجلناها، ومعانا الأصدقاء عمار وقاسم، ويعني بكرة بقى المحاضرة، ويعني وكلتونا لحمانية شكرا جزيلا. أكلت فسوس الأشياء غريبة يعني. بس عجبتك سويسرا. والله سويسرا جميلة، وأهل سويسرا كلهم جمال، ويعني كانت تجربة ظريفة. شكرا جزيلا. أنا يعني يمكن أنا جيت لسويسرا 4 مرات أو 5، دي أكثر مرة يعني سعدت فيها بسويسرا والسويسريين بالانتساب. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا صديقي. اهلا وسهلا بك في اي وقت. الله يخليك انت على الرحب والسلامة. الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يخليك.